الوالد سيد ساشم السيد احمد الرفع وزير شيخ الطريق الرفع الصوفي، هذا الشيخ عبد الله الشامي اللي انقتل، كان عم الشيخ عبد الله الشامي محمد الشامي، والدكتور ابو رشيد عبد الرحمن الولاية اسمه جبل الاقصى الاسلامي اللي ولد معه عليه، هذا ما ادري منه، يمكن من عيالنا، يكون اخوي الدكتور او غيره. الله يدم